وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسلنا محمود جميل. محمود، بعد التحية، يعني لو تضعنا في آخر استعدادات المهرجان وجديد الأجواء لديك. تحياتي لكم من مدينة العلمين الجديدة، مدينة السحر والجمال. لازلنا نتابع معكم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين والعالم عالمين. ويعني اليوم بدأت الفعاليات الرياضية، وأولى الفعاليات الرياضية التي نتواجد بها حاليا في هذه المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من الفعاليات الرياضية. دعوني أولا أحدثكم عن هذا المكان الذي أتواجد به، وهو مخصص للفعاليات الرياضية. استعدادات كبيرة في هذا المكان لاستقبال الفعاليات. ربما بدأنا منذ قليل بفعالية كرة الطائرة الشاطئية، هناك حالة من الاستمتاع بهذه الفعالية، خاصة مع حالة الطقس الجميلة الموجودة في مدينة العلمين الجديدة وسط البحر والأبراج، وهناك يعني إقبال على هذه الفعالية. ونحن نرى من يعني أمامي وعن يميني الآن تجرى فعاليات هذه الرياضة، بالخلاف بالطبع الرياضات الأخرى التي ستكون موجودة في مهرجان العالم عالمين في نسختي الثانية. نتحدث عن ملاعب لكرة القدم، وأيضا كرة السلة، وأيضا يعني البادل، وبعض الرياضات الأخرى التي ستكون موجودة خلال فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص مساحة كبيرة للأطفال والعائلة للاستمتاع بكل هذه الأجواء. لكن الجميع اليوم في انتظار انطلاق الحفل الكبير وحفل افتتاح المهرجان للكينج محمد منير، هيكون النهاردة إن شاء الله على مسرح العلمين أرينا. هيكون في استعدادات خاصة بتجرى الآن للانتهاء من كل ما يخص هذا الحفل، وتنظيم طبعا بوابات الدخول والخروج. لكن كمان من اهتمام المهرجان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالأشقاء الفلسطينيين، هيكون في طبعا اليوم يعني احتفال للدبكة الفلسطينية، هيكون في عروض للدبكة الفلسطينية، بخلاف بالطبع تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وإدارة المهرجان اليوم أيضا أعلنت عن وجود الفنانة دينا الوديدة، هتكون موجودة طبعا يعني قبل انطلاق حفل الفنان محمد منير. لكن دعوني أرصد لكم بعض المشاهد الإيجابية التي رصدناها منذ الأمس وحتى اليوم في مدينة العلمين الجديدة. وربما سأبدأ بحالة الإقبال الشديدة على الممشى السياحي منذ مساء أمس في مدينة العلمين الجديدة، وهذا يدل على كثرة المترددين والزائرين للممشى السياحي على مدينة العلمين الجديدة، يستمتعون بكل الأجواء الجميلة الموجودة في مدينة العلمين. وربما هذا يشير إلى نسب الإقبال الشديدة في النسخة الثانية لمهرجان العلمين خلال فعالياته التي ستستمر حتى 30 أغسطس القادم. وربما أيضا رصدنا حالة الإقبال على الشاطئ المجاني الذي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالي مدينة العلمين الجديدة، وكان هناك يعني حالة إقبال شديدة بالأمس على هذا الشاطئ، بالإضافة بالطبع إلى حفل الفنان مدحت صالح الذي كان في المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني، وهذا يعني أحد المشروعات الهامة التي أطلقتها الدولة في مدينة العلمين الجديدة، وكانت هناك حالة من الفرحة والبهجة على كل الزائرين الموجودين في هذا الحفل. وستستكمل هذه المظاهر بحفل الفنان محمد منير اليوم، بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الرياضية التي ستستمر اليوم وغدا، وربما أيضا خلال الأيام القادمة سيكون هناك عدد من الفنانين. سننتظر بالطبع حفل الفنان كاظم الساهر، بالإضافة إلى بعض الفنانين في الوطن العربي، بالإضافة أيضا إلى مهرجان المسرح ووجود عدد كبير من المسرحيات التي يعني ستكون موجودة في مدينة العلمين الجديدة، خاصة المسرحيات الخاصة بالأطفال والخاصة بمهرجان نبتة الذي سيقدم للأطفال والعائلة. وربما بالأمس كنا نتابع عدد كبير من الأسر التي تصطحب الأطفال، فبالتالي كان هذا هو هدف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطلاق مهرجان نبتة، ليستمتع الأطفال ويستمتع كل العائلات الموجودة في مدينة العلمين الجديدة بالفعاليات المختلفة والتنوع الموجود في المهرجان، سواء التنوع في الفعاليات الثقافية أو الفعاليات الفنية أو حتى الفعاليات الرياضية. وفي هذه النسخة هناك مهرجان
الثقافة، وهو نوع جديد من المهرجانات الموجودة في هذه النسخة. سنشهد عدد كبير من المهرجانات الخاصة بوزارة الثقافة على الممشى السياحي، بعض فرق التنورة وفرق أيضا الفنون الشعبية، بالإضافة أيضا إلى مهرجان الطعام وهو الأول من نوعه في النسخة الثانية. وبالتأكيد هناك يعني عشاق الأكل والتذوق سينتظرون هذا المهرجان وفعاليات هذا المهرجان خلال الأيام القادمة ليتذوقوا كل الأطعمة المختلفة من مختلف بلدان الدول العربية. الفعاليات الرياضية مستمرة وأيضا الاستعدادات مستمرة للانتهاء من التجهيزات الكاملة لاستقبال الكينج محمد منير اليوم على مسرح العالمين أرينا، وبالتأكيد هنتابع معاكم كل التفاصيل النهاردة مع انطلاق الحفل الكبير للكينج محمد منير. نعم محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذا الشرح المفصل.